To the line bisecting the ridge. Okay. The proximal plate راح تكون مثلثة. Proximal plate راح تكون مستطيلة. ليش؟ حسب السن. وضحت الفكرة؟ هذا بي single arm rest. تظل كل السن. تمام؟ هذا بي ميزيال ريست. ليش ميزيال ريست؟ لان هاي باوندد. نعم. تمام؟ قلنا بالكلاس 4 راح يكون عندك 2 بتر فلاي على ال 5 وال 6. هذا الشكل المعيني انتبهوا عليه. شو رسمته؟ رسمته على انه ظللت الفوساي الطرفيه مال هذا ومال هذا. اوكي؟ هنا أنا ايضا اظلل الفوسه. او اقدر احط بين ال first molar and second molar. لا مو احنا قلنا احسن مكان بين ال 5 و 6. اذا موجودات لا تحاول تروح اللي غاد بعد اكثر. اوكي؟ نعم. شوفوا بمنطوق الرسم صار هذا بيريستين ال 5. اوكي؟ البترفلاي كلاس من الريست هذا يطلع ريتنتيف ارم ينزل جنجايفالي ويطلع ريتنتيف ارم بهذا ينزل جنجايفالي. اوكي؟ اوكي. زين. بترفلاي هنا أنا نفس الشيء. اوكي؟ اما الريسبروكال ارم بهاي الحالة ما راح ارسمه، تعرفون ليش؟ فول بليت او بليت. لا، لأنه يو شيب. هي نفس الشيء. ايش راح يكون؟ انتبهوا عليه يا طلاب. بالفول بليت او باليو شيب هذا مو ريست. ايش راح يكون عندك؟ راح يكون عندك هذا راح يطلع يمشي ويا السن. هو مدموج ويا. مدموج ويا الـ ويا الـ ويا اليو شيب. نعم. وهذا هيك شيء. فصار عندك نو ريليف. اوكي؟ هو اساس الدكتور نو ريليف. بالضبط. هذا نو ريليف. اوكي؟ زين. هنا انا مو عندي ريسبروكال ارم لازم يكون هنا شيء اكلوزالي. ليش دا اسوي ارم وبعدين اسحب البليته من عنده؟ هو نفسه راح يكون حدود اليو شيب افضل حتى من ما يقلل من قوته. اوكي؟ يعبر بالبندكلار تو ذا ميد لاين بهالشكل هذا. وين يروح؟ يروح نفس الميجر كونكتر يسوي ريسبروكيشن لل 6. هذا هو الكلاس 4. ليش مو بس ليش انجل؟ ها انتبه عليه. اني من اسوي البليت هذا كله ميجر كونكتر حتى المش. فليش دا اكبر المساحه السطحيه؟ اني بعد وصلت اللي غاد وصلت. وضحت الفكره؟ الفينشنج لاين راح يكون هذا. اوكي؟ خلصنا الابر. طلاب انتبهوا عليه. انا ايش راح اسوي هسه؟ تشوفون هذا هذا اذا اخليه بالماء هسه نص ساعه يروح كليته، تجيب اي قطنه تمسح يروح. وانا راح اعطيكم ديزاينات العام. كاستات كل طالب ياخذ له كاست ابر.